وصل صوتك. العميد إذا صامت بجاه الحمدان بفوس. طيب سيد العميد، الحنقة هذه شنو الأسباب نتاعها؟ شنو اللي صار بالضبط حسب معاينة؟ أسباب بدات مجهولة. نحن علمونا 7.5 أسباب، اندلاع الحريق، وجاه العالم كان قبل عملية الثابتة على أسباب ما نعرفوهاش. شنو معناتها الخسائر اللي شفتوهم إلى حد الآن؟ الريون هذه كل واحد معدات إلكترونية، تلفاز وتجهيزات إلكترونية بكل. كيف كيف القيمة هذيك مش أحلى تكون حد تحمل، مش وقتها تقول مالك القيمة تحمل. يعني حبينا نعرف شنو هي المواد اللي موجودة. مواد كل مواد إلكترونية، كل مواد المعدات الإلكترونية، تلفاز وكاسيتات وفيديو، كلها معدات إلكترونية بحتة. جريح كل معدة حكيت لك. البعض يتحدث على عدم وجود معناتها حاجات نتاع حمايه للسوق. عندنا فريق كامل مركز قاع. مش الحمايه المدنيه ولكن معناتها معدات الحمايه في السوق. اي نفسها. معدات الحمايه يمكن نفسها. معناتها يعني بعد كيف يقولوا تقدموا بعدين مش طبعا. حتى العمليه تكررت برشا مرات. صحيح. الاسباب دونك هنا الاسباب مش عارف شو الاسباب تاعها. العمليه تعاود صحيح مش عمر عيش عليها. الاسباب كنا ما نعرفوهاش. اما المعدات عندنا مركز قاع هنا والمعدات موجوده هنا. اما هذيك من بعد نثبتوا اسم المعدات صالحه ولا كانت صالحه هذيك المره كانت في بعض الفيديوهات. شكرا. كل هالشيء في الأرض، فما جيار على طول.